هذا شقيقي اسقرديون الحكيم الكريم، جاء مرسول من الوالي إفراح حاكم مدينة الدور، خادمكم المطيع. أهلا بالحكيم الجليل. سيدي ومولاي أرعد العظيم، حياكم الرب الكريم زحل. فضل قربنا يا حكيم الزمان، واجلس جم شقيقك سقرديس. لكم الفضل يا عالي الجاه والمقام، من سيدي حاكم مدينة الدور الوالي إفراح التحية والولاء والإخلاص. هذه هدايا بعث بها كالعادة كل سنة المقامكم الكبير، ومعها خطاب حامل من الكلمات أجمل التعبير. سيدي، يخبركم خادمكم باللي في الأيام الأخيرة تعرضت بنته سيدتي شام الاختطاف مارد من الجان اسمه المختطف، لكن عناية زحل جابت فارس جبار وفارس مغوار وانقدها من بين الدين المختطف. لكن يا مولاي، الفارس تغاوت جبر وتجرأ على سيدي إفراح واطلب منه يد سيدتي شام الزواج، لكن سيدي إفراح تقشر وعمل معه حيلة تنهي بحياته، واطلب له في الصداق يجيب له رأس سعدون الجبار الزنجي. لكن يا سيدي، هذا الفارس استطاع يجيب سعدون بنفسه مكبل. وأمام الأمر الواقع، سيدي إفراح مرة أخرى بغى يتخلص من هذا الفارس، طلب له هدية الزواج التقليدية، وكانت هذه الهدية هي كتاب تاريخ النيل. والآن هذا البطل غايب من أجل هذا الكتاب، وما نضنش يسلك من هذه المصيبة. وسيدي إفراح كينتظر أمركم فيما يخص سعدون الزنجي. خذوا أولا هاد الهدايا وكرموا الرجال اللي جابوها، وبعثوا رسول يرجع عند الوالي إفراح يبلغوا رضاي وشكري على هداياه وعلى إخلاصه. أمركم يا سيدي العظيم. قل لي يا سقرديون. نعم يا مولاي. وصف لي شامة بنت الوالي ديالنا على مدينة الدور. يا مولاي، جمال فتان كأنها قضيب الخزران، مرات هي مثلها في كل مكان، الحسن البديع والعرض الرفيع والجواب السريع والنور الصادع. يا مخطبها من فارس وعظيم. يا مولاي، ولو نوصف ونبالغ ما نقدر على وصف جمال هذه الفاتنة شامة صاحبة الوجه الضاوي المتوج شامة. أنا غادي نصدقك يا سقرديون، وغادي نتزوج هذه الفتاة من إفراح. هذا أعظم شرف لسيدي إفراح يا مولاي، وانت أولى بهذا الجوهر الساحر من كل عظيم. قم الآن ترتاح يا سقرديون من مشقة الصفا، وغدا نبحثوا الموضوع ونرتب الأمور. حياكم زحل يا سيدي. يا رجال مدينة قيمر، كلكم على علم باللي غريب دخل مدينتنا، وقصد هذا الغريب كما قالت الأرصاد وخطوط الحكماء جاء باش يسرق كتابنا المقدس. وعليكم انتم جميعا بالبحث على هذا اللص الفظيع، وجميع من لقاه عندي ليه أجمل هدية. الحراسة مشددة جميع الأبواب والبروج، ويصعب على كل غريب الخروج، والويل للغريب. يما، أنا
حاسه باللي ضيعتني بمجرد ما ياخذ الكتاب غادي يرجع للارض البعيده اللي جميله ويتزوج بهاد الفتاه اللي خاطر من اجلها ويخليني نفس كيان روحي من جديد. انا ما قدرش نفرق يما. انا يما الحياه بلادي يزن هي العدم عندي. لا تبكي يا طامع، هاد الغلام ما غاديش ياخذ الكتاب ولازم ما يتزوج بيك. واليوم انا غادي نوريك ما غادي نعمل حتى ينكشف امره. كيفاش يما ينكشف امره؟ ينقتل قمرون؟ ما تخافيش، انا غادي نمنع قمرون ما يقتلوش ويعاقبوا عقاب اللي يمكن لي انا مقدور فيه. يما الا كان غادي يتعرض للخطر احسن يرجع سالم من الارض واخا نبقى لحدينا. المهم حياته تسلك. هني ذلك، هو الان غادي يمشي معايا للمعبد في لباس مخفي. اسمع يا ولادي، اتبع البغلة ديالي للمعبد وعندك ترفع اللسان على وجهك حتى نوصلوا للمعبد، وبقى بجنبي انا من الخشبة اللي عليها الكتاب من وراء قمرون. لكن من الاحسن خليه سيفك هنا. ابدا خليه، انا سيفي من فرقه وعليه وعلى خالق الكون انا معتمد. ارجوك يا سيدتي عقيلة خلي سيفي معي. ايوه اللي تشوفه يادو يزن. المعبد وصلنا. يا قوم دين سقيمر، ظهر الخشوع بعد الركوع ثم السجود للكتاب المقدس. عنا يا كتاب يا مقدس، عنا يا كتاب يا مقدس. جول غمتنا وأحزننا يا كتاب يا مقدس، جول غمتنا وأحزننا يا كتاب يا مقدس. لازم نسجد معهم لهالكتاب. يا خالق يا مولاي يا سيدي يا رافع السماء وباسط الارض، انا مضطر نسجد مع هالقوم الجاهل عظمتك ناكرا عمتك وكرمتك. لك يا مولاي انا ساجد وانت عالم عاض، لك يا سيد عارفين سجودي. يا احد لك الخضوع، لك ساجد يا مولاي. كيفاش دوري يا زهر كان يشوفك يستعد بقصد الكتاب؟ وانا من اجل بنتي لازم نعرق المسعى ونفضحوا أمام هذا القوم والحاكم قمرون. مجرد ما يقرب من الكتاب أنصيح أقبل ما يحط عليه يديه. صافي، توكلت عليك يا خالق الكون، نتقدم للكتاب. الكتاب ويلكم، ها هو أصل الكتاب. ها هو الغريب يا سيدي قمرون، استغل سجودنا باش ياخذ الكتاب. خذوا
اليوم وقد فوعد الليس أشطار. وإنكم يا أعداء الرب الواحد قهار، يا عبد العبط والنار، هذا سيفي ليكم يا فجار. ويكم جيبوا الشركاء ولقوا عليه حركاتهم. هيا يا سيد قمرون، هيا لقوا عليه. ها يا غدارين يا مكارين، جيبوه. انت اللي غدرتي به يا اما، انت اللي فضحتيه. اعرى عليك تكوني سبب هلاك وهلاكي. كيف يمكننا نعيش من غيره يا اما؟ أعر عليك. ما يا بنتي لا تقطعي قلبي، أنا ما قدرتوش بشؤنية. أنا كان قصدي فقط نمنعو من أخذ الكتاب باش ما يرزعش وياخذ المنافي سادي هذك شامة. الآن يما الآن غادي يقتلوه. ما تخافيش، أنا عارفة ما كان في عند الحاكم قمرون، غادي ندخل اليوم عنده وانا عارفه غادي يتقدم عنده ديازان مكبل من بعد ما خفت جراحه، وغادي قمرون يقول فيه الحكم ديالو، وبمجرد ما يشاورني في نوع الحكم انا غادي ندبر على وسيله باش يتخلص من سجنه. انا فارك يما نقضي حياته. لا تبكيش يا بنتي، دموعك غاليه. تقدموا يا رجال وقلت فين الحاكمة عاقلة؟ سيدي قمرون العظيم. يا حاكمة عاقلة ليك شكرنا وطلبي ما تحبي من خيرنا. راكي برهنتي على عظمتك وعلمك وجاهك باكتشافك لهذا الليص اللي حب يسرق الكتاب، ولولا الصيحة ديالك الكتاب بين يديه ويصاب علينا القبض عليه. ما عملت يا سيدي غير واجب كان مطلوب مني. الكتاب هو كتابنا جميع، واللي سرقوه سرقنا جميع، ولهذا كان واجب نعمل ما قمت به يا سيدي قمرون العظيم. امر الحراس يجيبوا اللص الغريب. يا حكيمة عاقلة، انا قررت اليوم نجلد هذا اللص حتى نعرف مين قبيله هو وشنو مقصوده وعلاش بغى ياخذ الكتاب المقدس. وإلى ما قرش يا سيدي غادي نآمر بقتله في الساحة السوداء اللي اعتدنا نحرقوا فيها الغرباء. يعني تقتلوا محروق بالنار؟ طبعا، غادي نعملوا على خشبة وندوروا به الشوك والحطب ونشعلوا النار ونرقصوا عليه الرقصة ديالنا التقليدية. يا مؤسمك يا طامع. أشنو قلتي؟ قلت يا مولاي يستحق اكثر. اللي صحضرنا يا علي الجاه. زروا الملعون امامي مثلول. ارفعوا لي راسه من على الارض باش يجاوب على كلامي. الله ارفع يا لص. جاوب يا لص يا عدو الكتاب، شكون دفعك لهذا الخطر يا غدار حتى دخلتي المدينة قيمر المحصن المليح؟ جو، وكيفاش دخلتي المدينة وشكون ساعدك حتى ما شفتكش وحسات بيك الأرصاد؟ جو. عليكم نعمة الله يا أعداء الله يا عباد غير الله. ويلك يا وقح، جلدوه. الله، أمر غريب هذا العنيد، عمرني ما شفت إنسان تحمل مثل هذا العذاب اللي ذاق منه هو وما مات. جاوب يا راجل
وإلا نخرجوك للساحة السوداء ونحرقوك بالنار. الله الله، خذوه للساحة ومع خشبة صلبوه، وبعد الرقصة العادية اشعلوا النار وحرقوه. مالك يا شامع يا بنتي؟ هذه مدة ما كليتي ولا شربتي، اش بيك؟ ارجوك خليني يا بويا. شامع، انت عارفة مقدار حبي ليك، وحياتي كانت فارغة حتى اليوم اللي كرمتني بيك تسمع وعظامة زحل، فلهذا لازم تفهمي بلي كل دمعة عرضت من عينيك بمثابة خنجر يمزق قلبي. انا ابوك، عار تخفي علي ما بيك. انت عارف كل ما بيها، وانت سبب حزني يا بويا. ابدا يا بنتي، وكيف نرضى لنفسي تحزنك؟ وشكون طلب راس سعدون في صدقي من غيرك؟ شكون طالب كتاب تاريخ النيل هدية من غيرك؟ انا عارفة قصدك وقصد اللعين السقردي والمفتون، غرضكم كله هو موت وحش الفلا، لكن اللي خيب امالكم في سعدون غادي يخيب امالكم في كتاب تاريخ النيل. ويلك يا مجنونه، كتكلميني بهذه اللهجه وصوتك مرتفع، ما خجلتي يا لعينه؟ كان لازم نفخ في وجهك بعد ما قصيت من عذاب فرقي لوحش الفلا. وشكون هو وحش الفلا حتى تبلغ بك الوقاحه تصرخي في وجهي يا مجنونه؟ ما راعيتي لا انا ابوك ولا انا الوالي الموقر في دينه الدور، غربي من وجه اخزاك زحل. تمنيت نغرب من وجه كل الناس. بعد مني يما، انتي سببه. طالما يا بنتي هو ما زال في الحياة، ولا كنت انا سبب القبض عليه، لازم نكون سبب تخلصه من يد قمرون. انا كنت خايفة يرجع لشامة يا طامة. المهم حياته يما يرجع لين محب. لا تبكي يا بنيتي، انا فكرت في حيلة وبها غادي نخلصه من الموت بجاه الكتاب المقدس. وشنو هي يما؟ من بعد تعرفيها. يا رجال، بعد هذه الرقصة شعلوا النار في الحطب اللي داير في هذا الليص الغريب، جزاء على محاولة سرق الكتاب المقدس. قمرون العظيم. نعم يا الحكيمة عاقلة. انا كنشوف الى شعلتيه النار في هذا اللص الخبيث غادي في هذا المساء يموت وتخمد انفاسه بلا ما يعرف معنى العذاب الشديد. لكن عذبناه العذاب اللي ما بعده عذاب يا حكيمة. انا عارفة يا مولاي، لكن الكتاب المقدس يخزينا إلى كسافينا غير بهذا القدر من العذاب المجرم جاء وهان عملنا واعتقادنا وقصدوا يخطف كتابنا المعبود. يعني قصدك نزيدوا العذاب ومن بعد عاد نقتلوه؟ قصدي يا مولاي أن نخليه في مكان عطشان جيعان، في أبشع مكان ما فيه لا إنس ولا جان، ومع مرور الأيام والأزمان غادي يموت هاد الشيطان شر موت عرفها الإنسان.
وفين كتظني يا عاقلة توجد مكان متوفر فيه هاد الشروط؟ في الجبل، في بئر الهلاك. بئر الهلاك؟ لكن هاد البئر 60 سنة ما فتحناه من ايام بويا العظيم. وهذه فرصة تفتحوا فيها هاد البئر ولوحوا فيها هاد الغلام، وتما يلقى من الحشرات سما ما يقضي على حياته عرق بعرق. وهكذا الكتاب غادي يرضي علينا وبركته يجازينا. فكرة ممتازة يا عاقلة. يا قوم اطفئوا النار اللي دايرة بهذا اللص الغريب وخدوه للجبال البئر الهلاك. ولا يسمع مولاي، انا غادي ارافقهم ونشرف بنفسي على انجاز هذا العمل. اسمعوا يا قوم، خدوه لجبل بئر الهلاك والحكيمة عاقلة معاكم، عملوا ما قالت لكم وبتعليماتها تهديكم. شكرا على عطيقتك يا قمرون العظيم. ومن بعد يما شنو نوية تعملي؟ ومن بعد غادي تعرفي. المهم ان هادو يزان ما تحرقش في الساحة السوداء، والان الحراس اللي مكلفي بيه كلهم تحت السلطة ديالي بامر من قمرون، ولهذا عارفة ما نعمل. اجي ساعديني نركب على البغلة ديالي يا بنيتي فاطمة. يا الله سير يما، بركت الكتاب معاه. الكتاب الكتاب. هذا هو بئر الهلاك يا سيدتي الحكيمة عاقلة. يا الله يا رجال، يتقدموا منكم 40 فارس باش يرفعوا هاد الحجرة اللي سادة البئر. يلا تقدموا يا رجال. يلا رفعوا مليح، زيدوا. يلا استمروا رفعوا الحجرة يا رجال. بلاش متراجعي بلاش. الرائحة، الرائحة الكريهة يا سيدتي، يا سيدتي عاقلة، رائحة فظيعة. عملوا معنا بين على نيوفكم واستمروا ويركم. رائحة قوية يا سيدتي، عمرني فيما شمت لها. شيء طبيعي، هذا البئر هذا 60 سنة ما تفتح من ايام قمرون الكبير. الحشرات رفعت يا سيدتي عاقلة. يلا يا حراس، ارميوا هذا اللص في البئر. وانتم يا جماعة، مجرد ما الحراس يرميوا اللص في البئر تلقوا الحجار باش يسد البئر من جديد. لا لا صبروا صبروا. شنو يا سيدتي عاقلة؟ انت احمق، كيفاش تلوحوه؟ بغيتيه يموت؟ ما عرفتيش شحال لي هالغرق في البئر؟ 350 دراع ما يوصل حتى يموت الى انتم نحتيوه. لكن يا سيدتي هذه هي الغاية على الجبنة باش يموت. لا ما جبناه شي باش يموت في مرة، ولو كان كانت الغاية موتو، لو كان حرقنا الساحة السوداء. لكن انسان مثلو جاي سرق الكتاب المقدس خصو يذوق العذاب عظيمه، ولهذا جيبوا الحبال. جيبوا الحبال، جيبوا الحبال. يلا غادي نصرفوه من درعانو ودليوه بهدوء حتى يوصل لحال البئر، وقفلوه البئر بالحجر وخليوه يموت عرق بعرق. هذه فكرة رائعة يا صاحبة الرأي السليم. ها هم الحبال يا حكيمة، رضوا من درعانو ودليوه. دليوه في البئر وقفلوه. صافي صافي يا حكيمة عاقلة، دليناه البئر. يا الله تلقوا الحجارة. يا الله يا رجال، اركبوا ظهور خيولكم، ارجعوا عند
لمدينتنا قيمر. يا الله يا رجال يا رجال. تفضلي يا حكيمة، احنا مستنيينك. بارك الجيتان ترعاك يا قمرون العظيم. خبريني باللي عملتي يا حكيمة. وضعت اللص الغريب في أبشع مكان، وهو الآن كيعاني من العذاب الشديد وسط الرائحة الكريهة وبين الحشرات السامة الفتاكة في بئر الهلاك. أحسنتي يا حكيمة، وليكي منا أكبر النعم والهدايا. تفضلي يا حكيمة وخذي هذه أكياس من الذهب، على ما قمتي به غير منك على الكتاب. عنايات الكتاب تحميك وتنجيك يا قمرون العظيم. يلا يا رجال قيموا الأفراح وزعوا الأقداح، فرحوا بكتابنا المحدث اللي نجا بفضل الحاكمة عقيلة. يا رب الأرباب، يا عاتق الرقاب، يا من نذا عبد واستجاب، خفف آلامي وغماسي وإن كانت نهايتي هكا كتابة، خلق يا رب أنفاسي وريحني من العذاب. يا رب يا رب الأرواح، فين الصوت المتلصم؟ ضاع، خذوا المجرمين. شط الظلمة، تعابين تعابين هاد القوم والعظمة ضير بيا. هي النهاية، انتي مكملين. يا عظمة الله. كنت يا هذا المخلوق، وباسم الله نخطبك. أبشر يا هلال يا ابن الكرام، أبشر بالنجاة من كل حزن وأسف. بالله عليك شكون أنت يا هذا المخلوق؟ أنا أختك عاقصة، عشت معاها 7 سنوات. أو نسيتي يا هلال؟ عاقصة أبداً، كيف ننسى؟ لكن تغيرتي، تغيرت صوتك ورجعتي في شكل غريب يا عاقصة. هكذا حنا يقول. هو أنا يا عاقصة، خرجيني من هالمكان ضغط الرائحة الكريهة بسرعة. بسرعة يا مولاي بسرعة. الله، أعوذ بالله من رائحة يا عاقصة. لولا ريحتك الطاهرة الزكية اللي انقصت من كراهية البشر لكان راكبتي من الخنز. بالله عليك يا عاقصة، تغيري تغيري ورجعي في شكل غير هاد الشكل حتى يسهل علي نخطبك وأنا مرتاح. هاني يا أخويا. عاقصة، أختي عاقصة، عاقصة. هل يكون؟ كيف حال أمك؟ كتبعت لك أجمل سلام. وكيف عرفتني أنا في البيئة؟
نحكيلك قصتي يا خويا ومولاي. انا اللي بحثت عليك بعد ما كنت محتاجاك تحميني. وكيفاش يمكن تحتاجي انا نحميك وانت الان اللي حميتيني؟ واللي عملتيها معايا ما يقدر يعملها حتى حد من غيرك ومن غيركم انتم معشر الجن. يا لكن يا سيدي المجن يعتدي على جني ويكون اقوى منه، ما كيفيد جني بتالي الا يتحمى جني اقوى او انسي اخر. وانا قصدي هذه الايام جازني معتدي اسمه المختطف. مختطف؟ شحال مختطف كاين بين الجنود؟ واحد. هذه ايام قليله باش انا قتلت واحد اسمه هذا الاسم وقطعت له يده بالصوت المترسم. هو هذاك يا مولاي اللي قطعت له يديه ما ماتش، لانه بعد ما ضربتيه بالصوت والقفدار ومشى لجبال القمر ومتباع النور وتم قرر به القرار حتى تعافى وتشافى ورجع من مكره وغدره. كل يوم يخطف بنت عظيم العظماء وحاكم من الحكماء من الإنس، وأخيرا أرجع لي ناحية الجهان وجاء وطلب من طيبين لي زوجة أو يأخذني بالغصب والقوة. وطبعا هو جني مارد من شياطين الجان عبدالي النار الكافرين بالوحيد القهار. يقدر يعني يكون ما يضيه وبجيني على الجنس وقد صحت وشباب فعلا فوق على جنجي به. لما انا رضياش يا اخويا خطينا ربنا يفعل المؤمنين القاوة ما قادش بيدي وما سادي الا 16 عمر وهي اللي ذكرتني ليك وسنين اللي عشناها وكنا صغار. وقالت لي يا بنتي انت عندك اخوك واخوك عنده الصوت من المبلصم وبهذا الصوت سبق لي قطع لهذا المال يده وهو اللي يحكم هذا الجبار. ولما سولتها على مكانك قالت لي اخوك اليوم راه من خبراء هذا الزمان وإن كان حبه ما زال مبال وهو الآن راه بيئة حيران زي قصده تعبان كي زغرت وعينه مشاهد نيران. وهكذا فكرتني نجي يحميك من هذا التعاون ونسيك من هذه البيئة باش تحميني من هذا المال. غريب غريبة قصتك يا عاقصة، لكن الصوت المطلصم ماشي معايا، خليته مع الحصان ديالي عند شيخ مؤمن بالله وعلى يده تعلمت نوحد الله العزيز الديان والشيخ أسمع عبد الرحمن. اطلع فوق كتفي يا مولاي ناخذ لهذا المكان عن هذا الانسان ناخذ الصوت والحصان. لكن والكتاب وقمرون وافراح وشامه شامه فكين هذا الجبار ويساعدك على كل ما هو طريقك يا مولاي. طيب يلا عند الشيخ عبد الرحمن لبركه الله. عاقصة عاقصة فينك يا عاقصة؟ أنا أمامك يا مولاي. أمامي فين أمامي؟ راني حياك عمق يا عظمة الله يخلق الله ما يشاء ما يحشى. غريب كيفاش بسرعة تغيرتي ورجعتي بحال القنطر أمامي. قدرت الله رحمة أطلع يا سلطان يا ربيع الشام. بسم الله. قرديس بعد الشي اللي حكى لي خوك سقرديون على شامة بنت الوالي ديالنا على مدينة الدور إفراح، وبعد ما وصف لي جمالها وما هي عليه من حسن وقد واعتدال، راني قررت أن بعتك انت وخوك وهدايا نفيسة لعند الوالي إفراح وتبلغوه رضايا وعطفي الخاص عليه، وباسمي طلبوا يد بنته تكون لي زوجة. هذا أعظم شرف لإفراح يا مولاي أرعب العظيم. إفراح من المحظوظين اللي حصل على هذا الشرف. حتى إفراح يستحق لأنه من خدامي الأوفياء المخلصين. السمع والطاعة
ولتنفيذ أوامركم نستعد يا مولاي سيف أرعد. يالله يا فقرديس راني مستنيك، وحق زحل والنار لو مشي اللي حسيت بيه بعد ما كان سقرديون شقيقك كي وصفها لما تزوجت بها وانا الان في هاد السن. انا شخص وكبرت. انت ما زلت في قوة الشباب يا سيدي ارعض الكريم. على كل حال من بعد ما توصلوا لمدينة الدور عند افراح ما تنساوش تبلغوه اوامري بحق سعدون الزنجي. بلغوه تهنئتي اللي استطاع يقبض على هذا الجبار ويهني من شره كل الاقطار، وقولوا له بسرعة يقتلوا شر قتله وما يتيقش به، راه ماكر غدار. هذا ما نزودكم به من اخبار، وفي طريقكم غادي يساعدكم زحال والنار. سمعي يا طامة، هذه ما ينبش دي زن في البير، وانا هذه الليلة قررت ناخده. انا حضرت 40 راجل من الرجال المخلصين ليا، واعطيتهم من الاموال ما يكفيهم، ولما يزيد ظلام الحال غادي نقصدوا بئر الهلاك ونخرج دي زن. وكيف يما يبقى في بير هذي يومين والبير كله حشرات سامة فتاكة، وحتى ينجم الحشرات كيف ينجم الرائحة الكريهة اللي في البئر؟ كيف ما كان الحالة بنتي في البئر عنده أمل على الحريقة بالنار اللي كان غادي يحرقه قمرون. ومن بعد ما تخرجي يما اش من معمول؟ غادي ندخل المدينة من جديد باش يتزوج بيك، ونحاول نساعده حتى ياخذ الكتاب، ولما يقتنع ويتزوج بيك انا غادي نعرف كيفاش نتصرف مع قمرون. وربما يا بنيتي احنا نغادروا معاه مدينة قيمر. وكيفاش يدخل تاني المدينة ولا الارصاد صحت من جديد؟ انا محضرة طريقة غادي يدخل بها دويزان المدينة قيمر بلا ما يشعر به حتى حد حتى الارصاد. شكرا شكرا يما، عمرني ما نسى فضيل. لا تشكرني يا مجنونة، راني منك وحياتي كلها من اجلك. هذه هي الصومعة ديال الشيخ الكريم عبد الرحمن يا عاقسة. انا خدوني نتسنياك في الباب يا اخويا بيزن. لكن انا ما شايفش اثار لشي انسان هنا. اهلا وسهلا بالهمام المقدام صاحب الحسام موحد العلام رافع الاعلام محطم الظلام مهدم الاصنام سيف بن سيف ذو يزن العظيم. سيدي عبد الرحمن انت فين؟ فينك يا سيدي عبد الرحمن؟ انا هنا يا ولدي، اهلا بك. يا سيدي شكرا على كل ما قلت لي، وكل ما قلت لي كان، لكن الكتاب المقدس ما زال ما وصلت ليه. كل اشياء جاية فوقتها يا ولدي، لا تدهش لا تخاف، الله ينجيك من الجايات. المصائب كلها يا سيدي عبد الرحمن وما زال كاين اشياء اخرى جاية. يا ولدي طريق الإيمان هي أصعب طريق، طريق البناء هي أوعر طريق. أهل الإيمان محتاج لك يا عادل يا همام، لازم تنادي بتوحيد الله مهما كلفتك الحياة. كن حازم وعازم وعناية الله الحاكم معاك. أنا يا سيدي الآن في طريقي لمساعدة أختي عاقصة بنت حاكم الجال الأبيض اللي ربتك أمها. كيفاش؟ عارفها يا سيدي عبد الرحمن؟ عارف كل شيء، الله أعرف من كل عارف. نعم
ولهذا جيت عندك يا سيدي باش تاخذ الصوت المتلصم. تماما. شيء غريب، شيء غريب. حتى شيء ما غريب بحكمة الله يا ولدي. خذ هذا الصوت المتلصم بأمانة الله. أما حصانك خليه دايما هنا حتى ترجع. سير مع عاقصة والله عز وجل ينصرك على هذا المارد الغدار. الوداع يا سيدي عبد الرحمن. لا ماشي الوداع، إلى اللقاء بإذن الله. إلى اللقاء. عاقصة صافي يا مولاي. صافي هالصوت معايا. شوفي. لا 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 خليه مولانا خليه. مركي على هاد الصحة يا عاقصة. كنت في الصوت باش توريه لي قرالي أمام الدخان. كيفاش؟ نعم يا خويا، هاد الصوت مجرد يدوز أمامي تشعل فيا النار. كنت تخبريني من قبل، كنت عليه نجبدو يا عاقصة. والآن فين نمشيو؟ جبال القمر يا زياد، هناك كاين مكان مختطف مالي. على بركة الله. أخي سقرديس، أرجوك نوب عني وبلغ لسيدي الوالي إفراح هذا الخبر، واقرأ عليه خطاب مولانا الرعد. والله يا أخي سقرديون، ما إحساسي إلا مثل إحساسك، إننا هذا لا علاقة لنا به. أرعد الكبير بلغنا رسالة الوالي إفراح، وفيها كيخطب بنته الشامة، ما علينا إلا نخطبوها. أنا أدرى الناس بإفراح، هذا خبر غادي يخلي النور أمامه ضلام، غادي يجمد لسانه على الكلام. وفعلا احنا لا على قطرنا به، واحنا مكلفين وما علينا الى التبليغ. مولاي والي افراح، اهلا بخدامنا الاوفياء، واهلا بحكمائنا الاذكياء. بركة زحل معك يا سيد الرجال، ومن سيد كل صغير وكبير، صاحب العظمة والتدبير، لك ألف تحية وتقدير. مولانا سيف أرعد كيبلغكم رضاه وتشكراته ومبتغاه، وهذا شقيقي سقرديون يفسر كل مضمون. سيد الوالي إفراح حاكم الجزور والبطاح، بعد مبلغ أرعد العظيم خبر اعتقالكم للطاغية سعدون الأدية، فراح وقدر عظمتكم. مولاتي جمع، غادي نقتلوا سعدون. كيفاش؟ أي يا مولاتي، أنا كنت كنسمع من نفيدة كل ما كان كيقولوا السقرديون والسقرديوس خذ شياطين الملاعين، وهم مازالين في مجلس بويا، مازالين معاه كيبلغوا أوامر الوالي الكبير سيف أرعد. قربي نسمعوا كلامهم، ربما نسمع لوحش الفلا كلام يفرح. واخا يا مولاتي. وهذا ما جاء في أوامر الوالي الكبير أرعد العظيم. وهناك يا مولاي شيء مهم كيفرح القلوب، وغادي يرجع المحبة اللي بينكم وبين أرعد العظيم متانة وقوة وإثبات. وهذا الشيء يا مولاي هو أن سيدي أرعد الكريم كيخطب منكم بنتكم صاحبة البهاء والكمال والقد والاعتدال، من فات حسنها كل جمال، سيدتي شامة. أنا مولاتي شامة. كيفاش يا رجل؟ بنتي أنا زوجها الأرعد سيد أرعد. هذا شرف كبير لكم يا سيدي إفراح. فعلا شرف، لكن واش فكرتي مولاي أرعد باللي بنتي ما زالت بداية الشباب وهي قد حفيدة من حفيداته؟ نعم يا مولاي بلغناه، ولما عرف أنها على جمال كبير وفي بداية الشباب قرر يشرفكم ويتزوج بمولاتي شام. اسمع يا حكيم الحكماء، يا سقرديس، أنا مولاتي شامة. شامة؟ مالها؟ بل بنتي شامة،
شامة. خلينا تيادي اللعين سقرديس هو وخوه سقرديون كيبلغوا الوالي إفراح ما أمرهم به سفرع اللئيم الشيخ الهاريم اللي فات 120 عاد ناضي تزوج. قال لك بشامة بنت الوالي إفراح خطيبة البطل الهمام سيف دو يزن اللي بعد ما سقط الخبار غابت على الوجود وسقطت للأرض. إوا شاعت هاد الأخبار في كل الأقطار، ومن جملة الأقطار اللي شاعت فيها هاد الأخبار القطر اللي حاكمه خمرية أم الفارس المقدام دو يزن. وبدات الهدايا كتوصل للوالي الكبير أرعد وكذلك الوالي اللي حاكم على مدينة الدور أفراح. أموال هادي ونياق وخيرات سيادي، هذا جايب قفلة وهدف.